هو الدم البلاد ومكونات الدم ووظائفه، والفصل الثاني كان عبارة عن البلاد اند العفو الهارت اند بلاد فيزلز. بالكورس الثاني راح ناخذ اكثر من جهاز، بالكورس الثاني ان شاء الله راح ناخذ اكثر من جهاز، يعني راح نبلش بالجهاز البولي اليوم ان شاء الله، والاسبوع الجاي نخلص الجهاز البولي، بعدين ناخذ الجهاز التنفسي، نحاول قدر الامكان محاضرة واحدة نخلص الجهاز التنفسي. الجهاز الهضمي 3 محاضرات، انه بيجي وراء الجهاز التكاثري محاضرتين، واخر محاضرة اللي هي الجهاز العصبي. فان شاء الله راح يكون اسهل من الكورس الاول، باعتبار ما راح ندخل تفاصيل هواي بكل جهاز مثل ما دخلنا بالتفاصيل بالجهاز الدوران. نفس النمط بالكورس الاول، نفس الحالة بالكورس الثاني، الحضور يكون نهاية المحاضرة، ينزل لكم رابط حضور، والكويز يكون في بداية المحاضرة، كل محاضرة راح يكون بيها كويز. بالنسبة لدرجات الفصل الأول طلاب، النظري والعملي إن شاء الله راح أنزل لكم إياها، بس يكمل تصحيح الأوراق مال العملي إن شاء الله أنزل لكم الدرجات على الكلاس روم. بالإضافة إلى هاي سويت لكم قناة على تمام. التليجرام، ما اعرف شفتوا الرابط مالتها او ما شفتوه على التليجرام. نعم تفضل دينا. دنيا السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام، اهلا وسهلا. أستاذ بس المحاضرة بس يعني برمضان ما تقدر تسويها ورا الفطور، بس يعني ورا لا رمضان عادي ترجع ورا الفطور، طبيعي. ورا الفطور صعبة، كل صعبة علي انا، شايفين واحد من يفطر ما بيه حيل احكي بعد زين. فاحنا طيب يعني ثمانية طلاب، ونص لا تقدر؟ شوفوا المحاضرة هي نفس وقتها 4:30، أخلصكم إن شاء الله 5:30، يعني ساعة واحدة تمام، يعني قبل الفطور بساعة ونص إحنا مخلصين. ها خوش حكي، تمام يعني راحتك هسه إحنا مو بلشنا راح 4:30، إن شاء الله 5:30 أنا مخلصكم، يعني حتى لو المحاضرة مطولة أنا أقطع المحاضرة وأكملها على الأسبوع اللي بعده. ماشي ماشي استاذ براحتك. إن شاء الله. نعم هاي بالنسبة للدرجات، قلت لكم إن شاء الله النظر والعمل راح أنزل لكم إياهن بس يكمل التصحيح مالت الدرجات العملي. ها سويت لكم أيضا قناة على التليجرام، ما أعرف شفتوها أو ما شفتوها طلاب، نزلت لكم الرابط مالتها. هذه القناة راح أنزل بيها تسجيل المحاضرة، راح أسجل محاضرة واحدة من المحاضرات، لأن أنا أنطي صباحي مسائي، فواحد من الجروبات راح أسجل المحاضرة على الميت وانزل التسجيل على هذه القناة، بالاضافة الى انه اذا عندنا تبليغ مهم، اعلان، موعد امتحان، كذا، كويز، من غيرها راح انزل لكم بهاي القناة فقط، راح تكون فقط يعني بدون، مو تشات، ما بيها تشات، قناة فقط للاعلانات وللمحاضرات وتسجيل المحاضرات. يا الله نبلش بالمحاضرة مال يورناري سيستم. طلاب الجهاز البولي، الجهاز البولي بالإنسان، بالإنسان منو يقول لي الجهاز البولي شنو مكوناته؟ مكونات الجهاز البولي بالإنسان كليتين، نعم الحالبين، المثانة. نعم الكليتين والحالبين والمثانة والإحليل، تو كيدنيز، عندنا كليتين ليفت ورايت، يمنى ويسرى، وعندنا ايضا تو يوترالز، شوف هنا حاط لك انا اس الجمع بالكدني، واليوترال الحالبين ايضا اس الجمع باعتبارهم اثنين مو واحد. اما المثانه البوليه اليورناري بلادر هي واحده، مثانه واحده عندنا بالحاله الطبيعيه، واخر شيء عندنا اليورذرا الاحليل، الاحليل هو القناه اللي تربط المثانه بالفتحة الخارجية. هذا كتشريح، يعني من نجي تشريح الجهاز البولي هو هذا بالإنسان. زين بشكل عام شنو وظيفة الجهاز البولي بشكل عام؟ ما هي وظيفة الجهاز البولي بالإنسان؟ تصفية وتنقية الدم بسوائل الجسم أها هذا بشكل رئيسي، انه احنا طلاب والدم. عندنا مواد سامه، عندنا مواد ايضيه، عندنا مخلفات ادويه، هاي الادويه اللي انت تاخذهن،
المواد التفاعلات الكيميائية اللي تصير داخل الجسم وداخل الخلايا راح يطلع من عندها نواتج أيضية. كل هاي المواد سامة، تعتبر مواد أيضية، نواتج أيضية يجب أن تخرج خارج الجسم. فاللي مسؤول عنها بشكل رئيسي هو الجهاز البولي. نعم أكو بعض المواد الكبد هو اللي مسؤول عن طرحها، بس بشكل رئيسي هو الجهاز البولي، اختصاصه هو جهاز إخراج، جهاز إخراج. فإذا اليورينري سيستم بلاي أميجا رول ان مينتينينج هوميوستاسيس. أكيد أنتم تعرفون مصطلح الهوميوستاسيس، أخذناه بالكورس الأول. الهوميوستاسيس طلاب هو التوازن، إنه شلون أنا أحافظ على توازن جسم الإنسان عندما يعرض إلى مؤثر خارجي أو داخلي. الجهاز البولي يلعب دور مهم بالتوازن، يلعب دور مهم بالتوازن، يعني مو فقط هو يسوي لي عملية يخلصني من الفضلات اللي موجودة بالدم وأنسجة الجسم، لا هو يسوي توازن، يسوي توازن مثل من ضمنها التوازن المائي والملحي والأيوني. وكنا نشوف في حالة انه انت مثلا جسمك او قاعد بغرفة باردة وعندك سوائل هواي بالجسم، معدل البول يكون عندك عالي، معدل البول. بينما اذا انت لا عطشان وطالع بالشمس وعندك نسبة من التعرق، راح تكون البول عندك نسبته كلش قليلة، يكون بول قليل ومركز. هذه يلعب بيها شنو؟ الهوميوستاسيس، التوازن بالجهاز البولي، عن طريق ريجوليتنج، تنظيم الكونسنتريشن، تركيز اوف ماني بلازما كونستيتوينت لاغلب مكونات البلازما، خصوصا سبيشالي الكترولايت ووتر، اند باي اليمينيتنج اول ميتابوليك ووست. يقوم بعمليه طرح لكل الفضلات الايضيه ما عدا ثاني اكسيد الكربون، اللي هو هذا يكون مسؤوليه الرئتين، هي تقوم بإزالته. ومثل ما قلنا الجهاز البولي يتألف من الكليتين والحالبين والمثانة البولية والإحليل. الكيدنيز، الكليتين هي عبارة عن a pair of bean shaped organ، هي عبارة عن زوج من الأعضاء التي تشبه حبة الفاصوليا أو الباقلاء، وموقعها located retroperitoneally. ريترو بريتونيالي موقع الكليتين. ريترو شنو ريترو؟ تجويف البطن. البريتونيال ترجويف البطن، البريتونيالي هو معناها التجويف البطني. ريترو المنطقة الظهرية. نعم نعم ريترو أحسنتي، معناها المنطقة الظهرية، المنطقة الظهرية. يعني بالتحديد هسه إذا واحد سألك قال لك وين الكليات، أو أنت تريد تعرف كلية الشخص المقابل تريد تتحسسها تشوفها، بالتحديد تخلي الإيد على جهة الظهر مباشرة فوق الحوض، فوق الحوض مباشرة على جوانب الظهر فوق الحوض. يعني مو بجهة الخاصرة، مو بالجانبية، موقع الكلى مو يكون جانبي، مو واحد تعوره خاصرته يقول هذه كليتي قاعد تعورني، لا الخاصرة مو بها الكلى، موقع الكليتين يكون ظهريا في المنطقة الظهرية. زين، من أجي على الكلى وأقيسها، أقيسها راح أشوف طولها من 10 إلى 12 سنتي، وتغطى covered by renal capsule. طبعا طلاب مصطلح رينال هو المصطلح المرادف أو الآخر لمصطلح كدني، كدني هو كلى، رينال أيضا معناها كلية، بس هذا الرينال هو المصطلح اللاتيني او المصطلح الطبي، المصطلح الطبي اللي نستخدمه، الربطه بالامراض، الربطه بالعلاجات، الربطه بالاحتلالات، الربطه بوظائف الكلى من نريد نحكي عنها، بتشريح الكلى من نريد نشرحها. اغلب المصطلحات نقول رينال، هذا الكدني هو مصطلح عام، اما الرينال هو المصطلح الطبي. فتغطى الكليتين بواسطة رينال كبسول، تغطى بغشاء نسميه الكبسول، الغشاء واللي هو عبارة عن طبقة layer of fibrous connective tissue، هو عبارة عن طبقة من الأنسجة اللي في الأنسجة الرابطة اللي فيه. من أجي أفتح الكلى بمقطع طولي، يعني أجي أفتح الكلى أقصها طوليا، there are three major regions
اكو عندنا ثلاث مناطق موجوده بالكلى، اللي هي الرينال كورتكس القشره، والرينال ميديولا اللب او القلب، والرينال بليفز حوض الكلى. حوض الكلى، لو اجي على الرسم، هذا الرسم يوضح لي طبقات الكلى طلاب. نشوف انه الطبقه الخارجيه هذه، راح اشرها بالماوس، هذه الطبقه الخارجيه، هذه هي الكورتكس القشره واللي تكون منقطه. اما اللب هذا اللي تحتوي على هاي المناطق الجوزيه، اللي عفوا نسميها الرينال بريميد، اهرامات الكلى، اللي هي عباره عن تجمع لانابيب الكلويه والكولكتنج داكت. وهاي المنطقه الصفراء هي الرينال بليفز حوض الكلى، اللي راح يرتبط حوض الكلى يرتبط مباشره مع الحالب. مع الحالب نعم. Every day the kidney filter nearly 180 liters of fluid from the bloodstream. يعني يوميا الكلية او الكليتان اثنيناتهم يرشحون، انتبهوا طلاب، مصطلح ترشيح، عملية ترشيح لما يقارب 180 لتر من السوائل من الدم وسوائل الجسم. زين، احنا الدم مالتنا كم لتر طلاب؟ من 6 الى 7. من 6 الى 7 لتر، زين. ونجي على سوائل الجسم، يعني بالانسجه هم عندنا سوائل، عندنا السائل اللمفاوي وعندنا السائل الشوكي، سائل النخاع الشوكي اللي بالدماغ، وعندنا بالانسجه بالجهاز الهضمي اكو عندنا سوائل، بالكبد، كل نسيج، بالعضلات، وين ما نروح باي نسيج نلقى اكو سوائل. فاذا نريد نجمع كل السوائل مال الجسم ونريد نجمع الدم، يعني خلينا نقول طبعا 10 12 لتر. زين، هاي ال 180 لتر منين اجت؟ زين، منين اجت هاي ال 180 لتر؟ من يجاوبني؟ استاذ، هو ما يرشح مره واحده، مرتين، ثلاثه، مر الدم. اها، احسنت، معناه انه عملية الترشيح متكررة، مستمرة على مدى اليوم، على مدى ال 24 ساعة. وبالتالي يعني العملية هذه تؤدي إلى ترشيح الدم وسوائل الجسم بما يقارب 16 مرة باليوم. يعني أنت جسمك خلال ال 24 ساعة 16 مرة تصير لعملية تنقية وتصفية للمواد السامة والأيضية، واللي يقوم بهاي المهمة هو الكلى. هاي العملية allowing تسمح للسموم toxins metabolic waste الفضلات الأيضية and excess ions والأيونات الزائدة to leave the body تغادر أو تهاجر الجسم على شكل بول. شوف هسه هنا سمالك إياه بول، اللي هو لتر الى لتر ونص او لترين باليوم، باليوم الواحد الانسان يبول لتر الى لترين. واضح؟ هاي ال 180 لتر هذه راشح، هذه بها مواد جيده وبها مواد زينه تفيد الجسم، سوائل، جلوكوز، امينو اسيد، بعض البروتينات الصغيره بالحجم، كلها راح ترجع للدم. اللي يصفى من هاي ال 180 هو من لتر الى لترين، هو البول اللي باليوم الواحد، واللي يحتوي على مواد سامه وعلى مواد ايضيه وفضلات ايضيه وايونات زائده وغيرها من الفضلات. وايل ريتيرنج نيد السبستنسز تو بلود، شوف يقول لك المواد اللي يحتاجها الجسم تعاد الى الدم. البول ليفز ذا كيدنيز، يغادر الكليتين عن طريق الحالب او الحالبين، ويجمع كولكت ان ذا بلادا، يجمع بالمثانه البوليه. اليورينر بلادا بها فد ميزه، يقول لك كان ديستند، بامكانها انه تتمدد حتى تخزن لك البول، لان الانسجه مالتها من النوع الطلائي الكاذب.
ذات ايفنجوالي ليفز ثرو ذا يوريثرا، وبالتالي راح يغادر المثانه عن طريق الاحليل. اذا نجي نشوف طلاب هذا الرسم لتوضيح هذا، يعني هذا الرسم للاطلاع، نشوف اكو عندنا كليتين وهاي الحالبين وهاي المثانه، ونشوف طلاب انتبهوا وياي انه اكو عندنا شريان هذا الاحمر، الشريان الاحمر يدخل للكلى، والوريد هذا الازرق ايضا يخرج من الكليتين، يعني كل كلى راح تغذى بشريان ووريد. واكو تركيب هذا اذا تشوفونه هذا الاصفر اللي فوق الكلى، شنو هو هذا التركيب؟ من يقول لي؟ الغده الكظريه. نعم احسنتي، الغده الكظريه، الادرينال جلاند، واللي تفرز لنا هرمونات مهمه مثل هرمون الادرينالين. زين، هسه الكلى شلون تقوم بوظيفتها طلاب؟ شلون الكلى تقوم بوظيفتها؟ يعني شلون تقوم بهاي عمليه التصفيه؟ او ما هي الوحده الوظيفيه والتركيبيه في الكلى؟ نفرون. احسنت، نعم النفرون، اللي هي النفرونات. النفرون is the basic structural and functional unit، هو الوحدة الأساسية والوظيفية بالكلى، أو الوحدة التركيبية والوظيفية بالكلى. وكل كلى each kidney consists of 1 million and 200,000 of نفرون، يعني 1,200,000 نفرون بكل كلى، يعني تقريبا الكليات اثنيناتهن بهن 1.5 مليون نفرون. زين، هذا النفرون شنو هو؟ إذا أجي على النفرون، هذا النفرون شنو هذا النفرون؟ هذا عندنا رسم، طبعا هذا الرسم مهم ومطلوب، هذا الرسم هو النفرون طلاب، هذا هو النفرون. زين، من اجي على النفرون منين يتالف النفرون؟ راح اجي تركيب تركيب. اول تركيب بالنفرون ده تشوفون هذه طلاب، هاي عباره عن لفه، صايره لفه مال خيوط حمراء اللون، هاي جاي تشوفوها طلاب وياي. اي نعم استاذ. هذه عبارة عن أوعية دموية شعرية، هذه عبارة عن أوعية دموية شعرية، يعني الأوعية الدموية الشعرية بالكلى يكون تركيبها بهالشكل، تتجمع وتلف تلف تلف تصير شلون الطوبة، يسمونها جلومر يولس. يسموها جلومر يولس، الكبيبة، تسمى الكبيبة. زين، وتحاط هذه الكبيبة، تحاط بجدار سميك يدعى خلوي، طبعا خلوي يعني متألف من خلايا، يسمى البومانز كبسول، يسمى بومانز كبسول يعني محفظة بومان، اعتمادا إلى العالم بومان اللي اكتشفها. إذا أول تركيبين من النفرون هو الكبيبة اللي هو عبارة عن مجموعة أو تركيب من الأوعية الدموية الشعرية اللي ملتفة صايرة على شكل كرة، يسموها الكبيبة الجلوماريولس، وتحاط هاي الكبيبة بجدار، هذا الجدار هو محفظة بومان، بومانس كبسول. هسه هذه محفظة بومان والبومانز والكبيبة راح يرتبطون بأنبوب، راح يرتبطون بأنبوب، هاي الصوندة، هاي الصوندة الصفرة. زين، هذه شوفها الطويلة، هاي منها جاية ونازلة، زين وراجعة صاعدة، هذا الأنبوب راجع صاعد، وآخر شيء مرتبط بالأنبوب الرئيسي. هذا الأنبوب نسميه النبيب الكلوي، الرينال تيوبيولز، رينال تيوبيولز، كل هذا الانبوب كله يسمونه الرينال تيوبولز. اجوا قسموه العلماء، قسموه الى مناطق حتى يسهل عمليه دراسته. فهذه المنطقه الاولى اللي هي المنطقه القريبه على محفظه بومان سموها البروكزيمال. بروكزيمال انتم هم ماخذيها بالتشريح، مصطلح بروكزيمال يعني قريب. فبروكزيمال كونفوليوتد تيوبول هو النبيب الملتوي القريب. بعدين هذا الانبوب يتخصر، يصير ضيق وينزل، يصير على شكل حرف يو، انحناء يصير به، يسمونها عروه هنلي، لوب اوف هنل، لوب اوف هنل، عروه هنلي. ويرجع هذا الانبوب ايضا يصير
أعرض ويرتبط مع الكولكتنج داكت. هذه المنطقة نهاية الأنبوب يسمونها الديستال كونفوليوتد تيوب يول، يعني البعيد، النبيب الملتوي البعيد. وهذا كله راح يرتبط، النبيب الملتوي البعيد يرتبط مع القناة الجامعة الكولكتنج داكت. واضح طلاب؟ واضح؟ واضح تركيب النفرون طلاب؟ واضح. نعم. البقية واضح واضح طلاب؟ استاذ. واضح واضح نعم. استاذ. نعم. الله استاذ واضح. نعم نعم طلاب. فإذا هو هذا النفرون هو عبارة عن مجموعة من الأوعية الدموية الشعرية وتحاط بجدار اللي هو محفظة بومان، ومحفظة بومان ترتبط بهذا الأنبوب، وهذا الأنبوب قسمناه إلى 3 أقسام: ديستال وعروة هيلي لوب أوف هنن والبروكسيمال. وإذا لاحظ بعد أكو شغلة طلاب، إنه الأوعية الدموية الشعرية تجي تلتف وين؟ تلتف على النبيبات، تجي تلتف على اليمن على الأنابيب. ليش تلتف على الأنابيب؟ إذا أكو عندنا صورة بعد أوضح، هذه الصورة أوضح. نشوف إنه شوفوا هذا شوفوا ده أشرها بالماوس. هذه الأوعية الدموية الشعرية تلتف على الأنابيب. ليش تلتف على الأنابيب؟ حتى يصير تبادل، حتى يصير امتصاص. نعم، امتصاص وسكريشن، تبادل. تمتص، لأن أنا قلت لك اللي قاعد يترشح 180، خو ما معقول الإنسان 180 لتر ينطي بول باليوم. لا، هاي 180 كلها راح ترجع للدم، يصفى من عندها لترين أو لتر ونص. زين، فهاي شلون ترجع؟ هاي الأنابيب الكلوية تحاط بمن؟ تحاط بالأوعية الدموية الشعرية، حتى شنو؟ حتى ترجع المواد الزينة، ترجعها. شوف يعني سوى الدم دخل هنا بالكبيبة وطلع، من طلع ما راح للدم قبل، اجى التف على الأنابيب. هاي الأوعية الدموية الشعرية التفت على الأنابيب. ليش التفت؟ حتى تسوي عملية ري أبزوربشن. شوف هذا السهم الأخضر معناه ري أبزوربشن، أما السهم الأحمر معناه سكريشن، طرح، يسوي عملية طرح. اللي قاعد يصير طلاب شنو؟ إنه الدم لما يوصل هنا بالكبيبة، هنا الكبيبة تعمل عمل شلون؟ المنخل. شايفين المنخل؟ من نخلي بيه طحين أو أي مادة نخلي بيه سوائل كذا، نشوف كل السوائل والجزيئات الصغيرة بالحجم تعبر، والجزيئات الكبيرة ما تعبر، يعني منطقيا. فنفس الحالة هنا، نفس الحالة هنا بالكبيبة، هنا العملية عملية شلون؟ المنخل، مثل المنخل. من يوصل الدم هنا بالكبيبة كله راح يترشح، البلازما كلها تطلع، الجلوكوز يطلع، الامينو اسيد يطلع، الفضلات هم تطلع، يوريا، كرياتينين، يوريك اسيد، املاح، الكترولايت، كل المواد تطلع. اللي يبقى منه؟ اللي يبقى الخلايا، خلايا الار بي سي كبيره ما تعبر، خلايا الوايت بي سي ما تعبر، البليتليت ما تعبر، البروتينات ما تعبر. شوف هذا رسم توضيحي اخر، هذا رسم توضيحي يوضح لك طلاب، يوضح لك انه شوف العمليه هنا، هذه مثل المنخل صارت. الماء الووتر والسمول سوليوت المذيبات الصغيره بالحجم تعبر، عبرت من الدم، راحت وين؟ المحفظه بومان. بينما الجزيئات الكبيره الار بي سي، الوايت بي سي، البليتليت، البروتينات، الهرمونات، الانزيمات، هاي ما تقدر تعبر لان حجمها كبير. زين، هذه المواد اللي عبرت، هذا الماي عبر، والجلوكوز عبر، والامينو اسيد عبر، والبلازما عبر، كل المواد الزينه عبرت، وياها المواد المو زينه هم عبرت، المواد السامه هم عبرت انخبطا وعبرا. هذا ال 180 لتر اللي كنا نحكي عليهم. زين، هاي هسه المواد الزينه شلون راح ترجع؟ ترجع بعمليه الري ابزوربشن. شلون؟ لان هاي الاوعيه الدمويه راح تلتف على الانبوب وترجع تسحب
تسحب المواد الزينة ترجعها للدم. واضح طلاب؟ واضح؟ نعم استاذ واضح. نعم. فنجي هسه النفرون قلنا عليه عرفناه، مكونات النفرون يتألف من بومانس كبسول، محفظة بومان، واللي هي كب شيبة كبسول، هي عبارة عن إناء أو غشاء يشبه الإناء، containing capillary. شنو بداخل محفظة بومان؟ داخل محفظة بومان الأوعية الدموية الشعرية اللي صار قلنا صارت شنها طوبة، يسموها glomerulus. الجلوميرولوس هي عبارة عن كابيلاري تافت، هي عبارة عن كتلة من الأوعية الدموية الشعرية، والتي تستلم receive it is blood supply، تستلم الدم من الأفرنت arterioles، من الأرتريولز الشريانات الصادر الواردة of renal circulation it mechanically filter blood. هاي العملية عملية ترشيح تكون شنو؟ ميكانيكية، يعني مثل المنخل، مثل المنخل. هاي عملية التصفية اللي تصير بالجلوميرولوس ومحفظة بومان هي عملية تشبه ميكانيكالي، تشبه المنخل. زين، نجي للمكونات الأخرى اللي أيضا حكيناها احنا بالرسم، اللي هي اللونج رينال تيوب، انبوب الكلوي الطويل، اللي هو البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، النبيب الملتوي القريب البي سي تي، واللوب اوف هنل عروة هنلي، والديستال كونفوليوتد تيوبيول النبيب الملتوي البعيد. القريب هذا مسؤوليته شنو؟ مسؤوليته انه يعيد امتصاص الماء بشكل عام، يعيد امتصاص 75% من الماء، بس هاي مو ثابته ال 75%. ليش؟ لان احتمال انت صايم وبالشمس، فنسبة الرجوع مالت الماي تصعد، يجوز تصير 90 او 95% يرجع الماي، يرجع للجسم لان محتاج الجسم. ومرات لا، بالشتاء او انت قاعد بمكان بارد وما عندك تعرق وعندك سوائل هواي، نسبة البول راح تزيد، فهنا عملية الامتصاص ما راح تكون ب 75%، تكون يجوز 50% او 25% بس، لان الباقي كله زايد يطرحه. ايضا هذا البروكسيمال يعيد امتصاص الاملاح، يسوي ري ابزوربشن للاملاح والجلوكوز ايضا والامينو اسيد. شوف الجلوكوز بالبدايه هو راح يطلع، شوف هنا يطلع هذا الرسم يوضح لي انه الجلوكوز راح يطلع حال السوائل، لان هو تركيب صغير بالحجم، بس بالانبوب بالبروكسيمال راح يرجع البروكسيمال، يرجع يسوي عملية إعادة امتصاص الكل للجلوكوز. لذلك طلاب انتبهوا، بالحالة الطبيعية البول لا يحتوي على سكر أو سكريات. ايش وقت يطلع السكر بالبول؟ إذا صعد السكر بالدم فوق 180، يعني السكر صار 180 وعبر 180، يبدي السكر يطلع بالبول، يبدي السكر يطلع بالبول. واضح طلاب؟ وبهاي الحالة من نقول احنا نشك انه المريض عنده داء السكري، يعني لما يجينا مريض للمختبر ونفحصه، نفحص البول مالته، نشوف البول مالته بيه سكر، معناها انه السكر بجسمه فوق 180. هاي شغلة منتهين من عدها، لان الكلى حدها لل 180، فوق 180 تقول لك انا بعد ما اقدر اسحب السكر، اقصى طاقة عندي لسحب السكر هي 180، ارجعه فوق ال 180 بعد ما اقدر ارجعه كله، راح يطلع قسم من السكر بالبول. هنا لما يطلع عندك سكر بالبول، هل انه المريض مصاب بالسكري؟ شو تقولون طلاب؟ مو شرط استاذ. نعم مو شرط مصاب بالسكري، لان عندك مرات مشاكل ثانيه، مشاكل هرمونيه، أمراض معينة بالكلى، المرأة الحامل يصير ضغط الرحم على الكليتين، غيرها من الأسباب، مشاكل بالكبد مثلا، كلها ممكن تؤدي إلى خلل، مرات يصير خلل يطلع الجلوكوز بالكلى بالبول. عفوا الأدوية استاذ، مرات الأدوية أحسنت، مرات بعض الأدوية أيضا، هاي ملاحظة جدا مهمة، بعض الأدوية ممكن تؤدي إلى خروج السكر بالبول، مع ذلك
انا ما اقل للمريض قبل يابا انت بيك سكر، لا لازم اتاكد واروح اسوي فحوصات ثانيه مثل الجي تي تي والاتش بي اي 1 سي وغيرها من الفحوصات حتى اتاكد انه هذا المريض مصاب بالسكري او خروج السكر هنا عرضي لاسباب اخرى. هاي بالنسبه للبروكسيمال. بالنسبه لعروه هيلي شغلتها كونسنتريشن، هاي يجي اسبوع الجاي ان شاء الله. الديستال البعيد هذا يسوي لنا سكريشن طرح لايونات الهيدروجين الزائده وايونات البوتاسيوم وبعض الادويه. زين هنا من يطرح لي الهيدروجين الديستال، لما يطرح لي الهيدروجين معناها شنو طلاب؟ معناها الجاي يسوي الهيدروجين له علاقه بمن هنا؟ طلاب بالماء. بعد تركيز الهيدروجين له علاقه بمن؟ بالحموضه والقاعده مال الدم. نعم 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 بالبي اتش، احسنت بالبي اتش، واخذناها بالكورس الاول طلاب. وقلت لكم بوقتها شنو اللي ينظم البي اتش مالت الدم؟ اولا بي اتش الدم ايش قد؟ بي اتش الدم ايش قد؟ سبعة الطبيعي 7.35، مو كتبناها هاي الى 7.45، مو تمام؟ حطيناكم اياها بالكورس الاول. ايش قد حكيت على هذا الموضوع؟ زين انا لازم احافظ على هاي النسبه، الدم مالتنا لا يزيد عن ال 45 ولا يقل عن البوينت 35. شنو اللي يحافظ على هاي النسبه؟ اكو شغلتين خذيناهن بالكورس الاول، منو يقول لي بيهن؟ اكو شغلتين. بلازما بروتين. احسنتي، بلازما بروتين اللي تعمل عمل بفر تنظم البي اتش، وبعد اكو شغله ثانيه والوايت بي سي. لا الار بي سي، الار بي سي نعم الار بي سي ايضا تعمل على تنظيم بي اتش الدم. زين هاي شوفوا طلاب انتبهوا، انا جاي احكي بي اتش الدم مو الانسجه. يعني مساء واحد بذاك الجروب يقول هذا البي اتش مالت الجسم، لا 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 لا، هاي مو بي اتش الجسم، هاي بي اتش الدم. الجسم كل مكان يختلف، يعني المعده البي اتش مالتها حامضي، الامعاء البي اتش مالتها قاعدي، البول البي اتش مالته حامضي، الدم البي اتش مالته متعادل، كل نسيج له بي اتش خاص به. احنا جاي نحكي على بي اتش الدم. زين هسه اجي قلت انا انه بالكورس الاول انه البروتينات مال البلازما تعمل عمل بفر وتنظم لك البي اتش والار بي سي كذلك. هسه اجينا على شغله ثالثه انه الديستال كونفوليوتد تيوبيول ينظم البي اتش عن طريق طرح الاتش الزائد. هاي خاف تجيكم بالامتحان اخير السنه يجيكم سؤال شامل شلون ينظم البي اتش. اول نقطتين بالفصل الاول، النقطه الثالثه هاي هسه قلتها لكم بالجهاز البولي، واكو بعد نقطه رابعه ناخذها بالجهاز التنفسي. زين هنا تتذكرون قانون البي اتش؟ شنو هو قانون البي اتش؟ من يقول لي بيه؟ سالب لوغاريتم الاتش. احسنتي، سالب لوغاريتم تركيز الهيدروجين، مو تمام؟ مو اخذتوها بالكيمياء. فاذا تركيز الهيدروجين يلعب دور مهم بالبي اتش، هاي حتى تتذكروها. وهذا البي اتش مختصر شنو هو؟ باوا اوف هيدروجين، باوا قوه الهيدروجين او الاس الهيدروجين. يعني هاي اذا تحبون تكتبوها يمكم حتى تتذكروها. النفرون ترشح، النفرونات ترشح 125 مل بالدقيقة. بالدقيقة الوحدة 125 مل، بال 24 ساعة 180 لتر. بال 24 ساعة 180 لتر، بالدقيقة الواحدة 125 مل. هاي احكي مو النفرون الواحد، لا. النفرونات كلهن ذني اللي هن مليونين ونص. بالكلى الأولى وبالكلى الثانية. فلترنج ذا انتاير بودي فلويد راح ترشح كل سوائل الجسم 16 تايم ايج دي، 16 مره باليوم مثل ما قلنا، بال 24 ساعه يعطيك راشح هو 180 لتر، بس هذا الراشح كله مواد مفيده ونافعه
178 ونص راح يعاد امتصاصه ويرجع للدم، واللي يصفان يبقى هو لتر ونص اللي هو هذا نسميه البول، واللي يخرج خارج الجسم يحتوي على نسب عالية من السموم والفضلات الأيضية والأملاح الزائدة. واضح طلاب؟ واضح لهنا لهنا، وننتهي المحاضرة وإن شاء الله الأسبوع الجاي نكمل الجهاز البولي. واضح طلاب؟ واضح؟ نعم واضح. الساعة أخو 5:10، 5:10 ما أخرتكم. زين؟ أكو حد عنده سؤال استفسار طلاب؟